اولا ما رايته يوم السبت كان شكل جديد من عمليه التفريغ ديال الشباب لواحد المكبوتات ديالو واحد المشاكل ديالو او حاله الرفض اللي تيعبر عليها بطريقه يعني جديده علينا هذه المره هذه. الملعب تنعرفوه كفضاء ديمقراطي هو الوحيد اللي يقدر يجي الشباب يفرغ فيه المكبوتات ديالو، لكن الطريقه اللي كانت تصريف عمليه الرفض هذا كانت بشعه جدا. كانت صدمه لينا كنا لانه اول وبدليل انه اول مره تيشكل قضيه راي عام بامتياز، وقعوا حالات سابقه ولكن هذه المره هذه الكل يتحدث بدون استثناء. السؤال اللي يطرح واش استراتيجيه المؤتمر اللي تم الاعتماد ديالها واش نجحت؟ الا سميناها استراتيجيه لان هناك ما يشبه استراتيجيه، وغادي نرجع للبلاغ اللي تحدثت عليه ديال فبراير. كانت واحد استراتيجيه او شبه استراتيجيه بين قوسين، كانت هناك تدابير من الدوله. الان ما ما ما, ما واجهنا نهار السبت هو ان هنا فشل هذه التدابير رغم المجهودات اللي تقمت. علما وهنا باش نكون موضوعي اكثر، اجمل استراتيجيه وافضل استراتيجيه تستوردها اي دوله لا يمكن ان تنجح في المغرب في ظرف شهر او سنه او خمس سنوات، لان الامر يتعلق بمجتمع وبنيه المجتمع. ما يمكنش تغير في خمس سنوات أو عشر سنوات، مساله ديال جيل، مساله ديال عقليات، مساله ديال السلوك، مساله ديال التربيه، مساله ديال تنشئه اجتماعيه. السؤال اللي نطرح انا حاليا، واش باش نديروا استراتيجيه هل لدينا ارقام او ابحاث في هذا المجال هذا؟ كل ما يوجد في المغرب اجتهادات شخصيه لبعض الباحثين وعلى المستوى المحلي. سي عبد الرحيم غريب خدا واحد الدار البيضاء اشتغل عليها، دار واحد البحث، ولكن كبحث وطني اللي غادي يشكل واحد القاعده المعطيات للدوله ممتله في الوزارات ديالها ما كاينش. هنا ترجعوا التجربه ديال فرنسا، فرنسا رقم ديال استطلاع الراي عطاها اشاره واضحه بانها خصها تتحرك. شركه ايبسوس مكلفه باستطلاع وعندها مصداقيه في فرنسا وحتى في المغرب، تشتغل في المغرب كذلك. النتائج خرجت بان 48% من الفرنسيين يرون بان الرياضه مرادفه للشغب او العنف، فتحركوا بقوانين بابحاث سواء عن طريق باسكال بونيفاس او نيكولاس اورغا، كلهم نتجوا ابحاث لتوجهات المؤسسات الحكوميه. السؤال اللي نطرحه علينا الان مور السبت، واش مازال تنهضروا ولا خاص شي واحد يهضر على التحسيس؟ لانه هذه المساله هذيك تحدث على الكثيرون. واش التحسيس؟ انا اعتقد ان التحسيس خصنا نعيدوا فيه النظر وخصنا نعيدوا المنظور ديالنا. علاش؟ لانه منين في الرباط غادي نسيب رجال الامن تياكلوا العصا بواحد المنظر بشع، علما انه رجال الامن هما تقريبا من الفئات القلال في المغرب اللي موحد عليهم الفئات السياسيه والمجتمعيه والدينيه، كلشي موحد بانه الدور ديال الامن والدور ديالهم في المجتمع، فاذا بنا تصيبهم تياكلوا العصا في ملعب في الرباط. هذه نقطه. ولينا نشوفوا جنائز، ولينا نشوفوا خسائر. إذا كان ملعب غادي ندخل فيه أنا 50 مليون ونخسر فيه 80 مليون، أعتقد ما بقات كرة ما بقات والو. إذا واش نمروا المقاربة القانونية؟ وهنا تنقول المقاربة القانونية ماشي إبداع أو تشديد بقدر ما هو تطبيق قانون موجود. وهنا البلاغ اللي شرتي لي ديال فبراير، وهنا غادي نوضع هذه النقطة هذه، بنفسه تعترف بأنه ما طبقش القانون. إشارة واضحة بأنه يتوجب تطبيق قانون 09-09 لأنه أصلا لم يكن كانت مرونة في التطبيق ديالو. فهاد القاعة هذه اللي جالسين هنا كاين ممثلين ديال مختلف الجهات. كاين واحد الغائب لظروف ما هو المشجع او ممثل الالترا. البرنامج بدات الاشهار الذاتي ديالو في القناه، وصلوا بزاف ديال الرسائل وبزاف الناس اللي حضروا الماتش وعطوا واحد الاشارات تنقل بعضها. وهنا كاين معنا الناس اللي غادي يقدروا يجاوبوا وبعض الاشياء جاوب على السي بوزفور. الناس تحدثوا بانه كان الطوب والحجر في الملعب، وتيشيروا بانه واش الشركه اللي كانت مكلفه بالاصلاح خلات هذاك الشيء تماك، اللي دا الشيء تماك في الملعب، وكانوا وسائل القتال. لي بوندرول والعصي اللي دخلوا كان وسائل. ثم البعض يقول، وانا انقل ما قيل وليس لدي اتهام مباشر لاي احد، التفتيش كان ضعيف في المباراه. البعض تحدث على عدد الامن كان قليل، علما انه الامن حاليا يكلف، اصبح مكلفا ماديا في هذه المباريات هذو. ثم النقطه الاخيره وهي عدد الجمهور اللي البعض يتحدث بانه فاق العدد المسموح به. هنا تنتحدثوا على شكون المسؤولين. اعتقد انه اربعه كاينين: الشركه المكلفه بالاصلاح ديال الملعب، الانديه اللي طلبات بالتعجيل بتسليم الملعب باش يمارسوا فيه، ثم الامن، ثم لي زولترا. علما انه كاين هناك مسؤولين عن التعويض، مازال ما فهمناش شكون هما التعويض، لانه قريت اخبار اليوم بانه سواء الرجاء البيضاوي او الشركه المكلفه بالتنشيط التابعه لمجلس المدينه كلهم تيتنسلوا مسؤوليه التعويض. اذا هنا الحل شنو هو باش نبرئوا اي ساحه ديال اي واحد؟ هو دار تحقيق، التحقيق اللي غادي يبين المسؤوليات، ماشي الاتهام او السجن او شيء من القبيل، بقدر نشتغلوا على المستقبل باش انه ما يتكررش هذا الشيء. والتحقيق فقط نختم، ما نبغيش يكون بنفس الطريقه وبنفس النداء اللي كان في واحد القيته في وزاره الشباب والرياضه، اللي كان من بعد الاحداث اللي وقعت في الجامعه البعض تحضرت على تحقيق. لحد الان ما شفناش التحقيق، نتمنى لو كان تحقيق يكون فعلا تحقيق جيد. كنت مريحين بحال ما كنتفرجوا عادي، كنتفرجوا وهما خرجوا
حنا بقينا قال لك غيبقاو سميتو احتفلوا بقينا قال لك يخرجوا حتى 12 الليل كنا خارجين حنا وقلنا البوليس رجعوا رجعوا رجعنا وهذيك الترا الاخرى خرجوا جابوا الحجر وما عرفتش حنا كراك شعلوا الفلام الاخرين بداو ينيشوا بالحجر سميتو يقول لك علاش ما شعلتوش معانا الفلام شعلتو حتى الاخر وبداو مضاربين بيناتهم الاخرين هاجمي عليهم الاخرين هاجمي حنا هربانين ويجي فيه الحجر راه خايب التيره سميتو دابا ضيعت صاحبي في التيره صافي خويا مشى خويا كاع الشبان غايب شيو ماشي غير خويا ما كيمشيش للشغب ولدي كيمشي يتفرج بالروح الرياضيه ماشي بالشغب ولا بالمضاربه ولدي مشى شاب ولدي تزيد ولدي مشى هكاك ولدي الحمد لله الحمد لله شنو قال لك عارفه غيمشي سير شنو قال لك يقول لي غنمشي كنقول لها ما تمشيش يا وليدي كنقول لها ما تخافيش على ماما ما تخافيش عليا ما تخافيش عليا ما غاديش ندير صداع ما غاديش ندير صداع ماما ما غاديش ندير صداع ما تخافيش عليا شي راجل بزاف اي ماتش ما كيبغيش يفلتو وخبب دائما الضادي ما كيغوتو عليه ولدي ما عندك ما دابا راجل غير غتجيبها فاس كيقول لهم لا ما تخافوش كيقول لي دارنا الدافخ كيقول لهم ما تخافوش علينا غندير انديها في قرايتي ونوصل فين بغيتو ان شاء الله غير خليوني نمشي كتقول لي ماما مسكين دائما النهار الاخر بعدا رجع عندنا قال ماما قال لها بغيت نمشي قالت لي ماما بلاش ولدي جلس معايا قال لا لا ماما عافاك خلينا غير غدا عليا وتبعت ماما في الدوش مسكينه وقالت كتعنق يا ويا وقال لها ماما المسامحه انا هادشي غنبغيتو تحبس بغيتو تحبس بزاف هي عدايه الجبان مزك كتدوز الجبان ومغير هكا ما كيمشيو كيتفاجئ حتى شي كلبه مضربه او زيد السيوفه قال لك داك قال لك السيوفه قال لك يبان لك يتشيروا بهم تما شنو كيز اللي تقطعت لي يده كل مسكين كل اللي خرجت لي عينه كل مسكين كيف حالته تفضل سي موسى فقط اليوم سبقني يمكن السي بودريقه وهو ما خصناش نحولوا الالترا الى الشيطان بين عشيه وضحاها هاد الالترا واحد لقيتها كان كلشي تيهلل ليها وتيستقبلوها في استوديوهات وفي اذاعات خاصه والجميع تيفرح بها. ولينا قبل ما يبدا الماتش نسينو هذاك التيفو اللي غادي دير. ولينا تنستمتعوا حتى بالاحتفاليه وحتى بهذوك الرسوم تدير خارج في الازقه. وحتى الاغاني ديالها تتصاوب بواحد الطريقه احترافيه غريبه، يعني هذاك سؤال كيفاش يدار هذاك الشيء بواحد الطريقه احترافيه ابداع. وملي كيسالي ذاك التيفو الاول كاين اللي كيقلب لان المستوى كيكون ردي هذه سنوات. يمكن في كره القدم الوطنيه كلها. اذا ما خصناش نوضعهم في سله واحده. تيبقى الاشكال الان نفرزوا بين ما هو صالح وما هو طالح وتيبقى الاشكال الحل للطرح ديال التقنين ديال هذه الظاهره هذه من خلال انخراط في جمعيات قانونيه وفق ظهر الحريه العامه ديال 58 هو تما غيولي الاشكال غيولي الحساب المالي تماما تيبقى فلوس تيبقى الاشكال هو انه يتعارض مع المبادئ ديالهم اللي ما تتامنش بالقانون هما لا يحبون اي شيء منظم هذه نقطه نقطه اخرى بنطرحها انا ونتفاداوها هو انه دور المكاتب المسيريه والرؤساء فهاد الفوضى تدير الالترا احيانا خصنا نعرفوا بان الالترا تستغل احيانا في ضرب خصوم النادي احيانا في الترويج لاسم معين نتذكر شعار ارحل شكون اللي داروا وشكون كان المراء ديالو ايضا ولاو الالترا وصلت القوه ديالهم وانا استغرب في واحد البرنامج اذاعي في قناه اذاعه خاصه سمعت يقول لك الالترا مستضيفين تيقول لي المكتب ما استضفناش في انتدابات ديال اللاعبين ما استاجرش الالترا شو القوه فين ولات اكثر من ذلك ماذا سيكون موقف هذاك الالترا وذاك المشجع البسيط وهو يرى في جمع 10 ابريل جماعة كرة القدم شغب من نوع اخر لدرجة دفعات البعض انه تيقول لك انا خصني ندير قانون 10-10 ماشي 0-0-0-9 المسيرين هذا اشكال ثم ايضا ما نساوش بانه بعض التصريحات ديال المسؤولين والتدخلات ديالهم والان قبل 3 سنوات من الان كنا حاضرين في هذا البلاطو هذا وكان ممثل ديال الامن اللي نفى واحد المساله ولكن وزير الداخليه حصاد في ماي 2015 تعترف بالتصريح ديالو بانه هناك تدخل ديال رؤساء الانديه الافراج على بعض معتقلين وهذه ظاهره مشينه فقط الرئيس النادي باش يبان بانه امام الجمهور بانه يحمي المتفرج التليفونات والكفاله وداك زائد حاجه اخرى وهو تصريحات ديال المسؤولين وانا اثير اشياء اللي ما تتبانش تصريحات مباراه تتغير من توقيت 3 ل 7 تينوض هذاك تيقول لك هذه مؤامره ضد الفريق تصور هذا الرد الفعل هذا التصريح هذا على مشجع عادي
اذا هنا تنشوفوا هذه الاشكالات ديال التصريحات الغير محسوبات العواقب. نقطه اخرى باش نخدم التدخل هذا وهو انه احيانا عندنا واحد المجهود تنضيعه هنا في المغرب. عندنا واحد اتفاقيه اوروبيه دارت في 2010 صادقه على المغرب، الحكومه المغربيه صادقت عليها حول محاربه الشغب في اطار الوضع المتقدم اللي تعطى المغرب مع الاتحاد الاوروبي. هذه الاتفاقيه هذه دارت مباشره على المستوى الاوروبي من بعد حادثه هيزل 85. لحد الان لم يتم دفعها في اطار مشروع قانون باش يتبناها المغرب وباش يستفد منها. موضوع استشاره مفتوحه امام المغرب وخبره كبيره عن الاتحاد الاوروبي باش يقدم للمغرب. نقطه اخرى باش نعطيو الجديد يعني باش ما نبقاوش فقط غير كاين هذا الصباح هذا تجيني خبر من البرلمان بانه موضوع القاصرين اللي ما مذكورش في قانون 09 وكان البعض تيأول تيقول لك بانه مذكور في قانون الجنائي في اطار مسؤوليه ولي الامر على القاصر، الان في اطار مراجعه مدونه القانون الجنائي اللي ساريه اليه حاليا باش تجي تجميع القانون الجنائي كاينه رغبه وكاينه طموح انه تتم الاضافه ديال الدور اولياء الامر في القاصرين توجيه الملعب. معاد نحتفل بلانيف ديال الرجاء ونحتفل مع الدراري صافي يكون هو اخر ماتش وان شاء الله نجيب نقطه مزيانه في الريجيونال. قالت لي مو فين غادي ويقول لها ما راه غادي تشيرها، قالت لي لا ما تمشيش، قال لها لا مشيتش غادي معاك صافي هبط واحد الدري عطى الدري الساروت و100 درهم قال لها انت خليهم عندك رجعتي هذيك ما رجعتش هذيك. تم غادي تلاقى مع واحد حدا الدريسيه قال لي بلا ما تمشي راه كاين صداع اشرف ويقول لي خويا الا رجعتي هادي ما رجعش راه كنموت على الراس. ألمت بزاف، صدمت، ما بقيت عارف راسي واش نريح ولا نوض ولا نمشي ولا نجي، بقيت واقف مصدوم. اللي هضر معايا كنبقى نشوف فيه. انا خرجت مع 11 ديال الليل، دخلت مع 3 ديال العشيه، خليته في الدار. ملي خرجت من الخدمه مع 11 جيت حتى الطاكسيات قالوا راه كاينه الكره، قلت لهم شكون اللي لعبها؟ قال لي الرجاء، قلت لهم الله يسر. درتها في قلبي، واحد عطاني بورتابل كنشوف فيه. كيبان لي كلشي فلو وراه ولدي مجبد، ولدي ديك الساعه في البورتال. لا حول ولا قوه. ما تبقاوش تصيفطوا ولادكم للتيران، ما تبقاوش تخليو الدراري، وانا كنطلب من الشباب باش يحاول يطمر راسو ويوعى حتى انا مشى التيران يتفرج يمشي كانه هو غادي لواحد العمام وغادي لواحد الحصه ديال الشرف ديال البلاد. اللهم ثبتوا عند السؤال، اللهم اجعلوا ممن ينظرون الى وجهك الكريم، اللهم يا رب ارحمه يا رب الارباب، اللهم ارحم رحمتك. هو النقطه الاولى وهي تصريحات ديال الرؤساء امر مهم ما خصناش نقزموا. علاش؟ لانه الرئيس خصو يلعب دور نموذج هو المكسب المسير ديالو. راه اشاره واحده واقيلا ما تنعطيوش الامور قيمتها، اشاره واحده في تصريح يمكن انها تير بالبلا وتير الهمجيه او تير الحفيظه ديال الجمهور يقدر يكون على رد فعل عكسي. وقعت شي في احداث متتاليه، يعني ما خصناش نقزموا حجم التصريحات. شنو غادي يختار هذا الرئيس اللي عطى نموذج للجمهور يكون هو دور مهدئ عوض دور موتر. النقطه الاخرى وهي ديال السي بوزفور على قضيه البلاغ، انا داي بلاغ ديال وكاله المغرب العربي، هو عنده بلاغ موجه الى الولاة والعمال، انا هذاك ما عنديش به علاقه، عندي ديال وكاله المغرب العربي انباء وقيل جهاز رسمي واضح. النقطه الاخيره باش غادي نختم هذه المساله وهضرتي على قضيه ديال الاقتراحات، انا حاليا تنشوف بانه كما قلت الحكومه قبل قليل لا تبادر، تنتظر الى ان يتفجر الوضع حتى تبادر او يكون عندها ردود فعل لحظيه. الان نهضروا على البرلمان اللي هو مترجم اراده الشعب ورغبات الشعب وايضا خصو يتفاعل معه. ماذا نجد في البرلمان؟ نجد بانه الظاهره ترتفع وتنديروا احصائيات تنصيبوا طيله 3 ولايات تشريعيه ما يفوق 10 سنوات بحر عاطين 33 سؤال يلعبون الدور ديال انا اسال اذا انا موجود، ماشي فقط من اجل يكون عندي دور فاعل. وهنا اعطيك جوج امثله باش ما تقولش بانه البرلمان هو اقدر ما يدير. فرنسا قامت مباشرة وقع عند في 2006 ناض برلمانيين اللي قدموا مشاريع ووجدوا تقارير قدموا للبرلمان في مجلس الشيوخ ايضا. امر اخر في المانيا مثلا وقعت الحادثة ديال هيرتا بيرلين مع فورسبورغ،
كان اجراء بسيط جدا. مرة السيمانه الماضيه المقبله تم الرفع من مضاعفه العقوبه وايضا رفع قيمه الانفاق من 25000 دولار الى 50000 دولار. اذا الامر لا يهم جهه واحده، لا يهم جامعه كره القدم، لا يهم وزاره الشباب والرياضه، يهم منظومه حكوميه كلها ستكون عندها استراتيجيه حكوميه علما باش نخدم انه المجتمع راه تنأكد ما يمكنش تغير هذا الشيء في 5 سنوات، وايضا ما يمكنش تحد من الظاهره وانما تقلل منها. العلاقة ديالو أنا هو كان كيحب فريق الرجاء واحد الحب كبير، ماشي من المحبين ديال فريق الرجاء، راك عارفة ماتش أبغي ماتش كيتزاد الحب، كيتزاد العشق، وكيتزاد حتى الإدمان على الملعب. هو كان كيمشي للملعب مشجع عادي، يعني ما كيتحلى بالأخلاق الرياضية، وهنا إنسان مربي يعني في الدار، لو كومبورتومون اللي كاين في الدار راني يعني هو اللي كيكون في الملعب. كنعاتب بشده وبحرقه على الناس ديال الرجاء البيضاوي، كنبداو بالسيد بودريقه واللاعبين اللي تجردوا من الروح الانسانيه ديالهم والبشريه، وما جاوش وقفوا مع الام ديال هاد الشاب هذا اللي مات في مقتبل العمر ديالها باش يواسيوه. وارحم أمة مولاي محمد كاملة، وجمع الوليدات الله يهديهم، الله يهدي أمة مولاي محمد ويرحمهم. أمنوا حتى الوليدات اللي باقين غادي يمشيو للتيران، واللي خصهم يمشيو للتيران، واللي من حقهم يمشيو للتيران ويشجعوا كرة القدم، ولكن في ظروف اللي يكونوا الناس اللي كيدخلوا للتيران يكونوا ناس مخلقين وناس مأدبين. لا لأن تكلمتوا كثير على التصريحات وعلى النقاشات داخل المنابر الاعلاميه، انا كنبغي نوجه حتى انا السؤال ديالي بالنسبه للدور ديال لاهاكا في الاذاعات. راه سي ياسغي انت كتشتغل في لاهاكا وكتعرف الاذاعات وفي المنابر الاعلاميه وفي نقاشات تكونوا حاده بحال هذا السؤال اللي طرحته باش تمشكاه، راه لاهاكا خاصها تلعب دور، لان هذا الشيء راه كيرفع من الشغب. هذا بدوره اللي دار دابا راه شغب، وهو راه كيشجع على الشغب، وبالتالي راه حتى الهاكا ما تتلعبش الدور ديالها. قنوات عندهم دفاتر تحملات واضحه. اعتقد ان هذا موضوع خارج على الاطار ديال النقاش، الموضوع ديال الهاكا وهذا الشيء ماشي موضوعنا وما حضرش بصفه ديال انتمائي ديال الهاكا، ولكن هناك دفاتر تحملات، هناك قوانين تحكم عمليه تتبع ومراقبه الاذاعات، وبالتالي تكون خرق بالشكل ديال اللي فيه تعصب وفيه عنف تدخل الهيئه ودخلت اكثر من مره، ماشي فقط برامج رياضيه، دخلت برامج اخرى. اذا هذا امر واضح باش نوضحه.